دكتور زنايدي وسي عماد الدايمي، ثم اجال سمحني ملزمه بها المحكمه الاداريه في خصوص اكساء الصبغه التنفيذيه، القرار بالصبغه التنفيذيه ولا لا؟ والله دخلوكم في عركه قانونيه اللي هي لعبه والله، ودخلت فيها حصلوا فيها التواسع كلهم وثق فيهم اللي يدعيوا بالثقافه وبالسياسه. يا ولدي يا اخي هي معركه قانونيه، دخلوهم في جدار قانون المحكمه، حكمت مع حكمت. يا ولدي المعركه ما هيش قانونيه، المعركه بتاع عصابه شوارع عظومه، ما تعطيهم المحكمه ما تعطيهم، ما يتنفذوش الحكايه. يا القضاة عندهم 57 قاضي، عندهم احكام، عندهم عامين تو ما تنفذوش، لانه هذا هو واقع، وهذا الواقع اللي ما حبوش يفهموه الناس. قيس السعيد ما يخرج كم بالدم، وكله ما عنده حتى علاقه. لكن هل كلهم هذا سيحاسبون؟ وهذوما اللي قدموا انتخابات للرئاسيه اخطاوا، وقلت انا راهم اخطاوا، كان هذا تقديركم. لكن هل تنكر اليوم ان تلك المشاركه باش تسقطهم كل، قلت هذا صحيح، لكن هل تنكر ان هذه المشاركه احدثت حركيه، ثم ديناميك كبيره تخلقت اركت السلطه ودفعتها لارتكاب اكثر اخطاء؟ هي في الواقع لم يكن هدفها هذا، هو هدف كل مترشح هو الوصول للكرسي وشدان تونس، ما كانت هدفهم ارباك قيس سعيد، ولكن ما قاموا به في جانب اللي جاء ايجابي، وهو كون السلطه تفضحت ارتبكت وفضحت وقامت باعمال منافيه للقانون، بالذات فهمت الشعب التونسي كل عرف ما هي هذه العصابه اللي تحكم فيه، وعرف توا تمشي الكبير الصغير ومراه راجل يقول لك اللي صاير ما كناش نتصوروه، راهو كان مخبي، راهو تفضح قيس سعيد، شنو يحط العباد في الحبس؟ شنو ينساب العبد؟ شنو الناس باش تموت في الحبس؟ معناها فضح قيس سعيد، هو فضح، هو كان موجود من قبل ومفضوح، ولكن فضح للعموم، اما كنا نجم نفضحوه بطرق اخرى، انا تمنيت كان فضحناه بطرق اخرى. هاد نجيب على السؤال، اي فرص متبقيه لمنافسه سعيد بالصندوق؟ نحكي على فرص لتنافسيه حقيقيه. سعيد زمان نفسه تعرف التسقيف 150 الف دينار اختاروه في الرئاسه، 150 الف دينار يعني التوانسه يعرفوا ما يكفيش باش يعمل لك بانو ولا دو بانو بسيتار كبار، ما يكفيش. ويعني الان ممنوع من الحمله الانتخابيه، اذا كان رفضوا محكمه جندوبه رفضت اليوم حسب البلاغ لفريق الحمله الانتخابيه سيد الزمال، رفضت محكمه جندوبه الموافقه على طلب الاذن بالسماح لعادل الشهاد بالتحول للسجن قصد معاينه الزمال بامضاء توكيل والاسناد. اذا عمليا اذا كان وصلت في هذا هو مش قادر يعمل حملة انتخابية، مش قادر. وفي ظل منع جمعيات من مراقبة، وين الفرص المتبقية؟ خطر كثيرون يقول لك يلزم ندفع إلى أقصى حد، امشي إلى آخر لحظة، يلزم تأجيل قرار المقاطعة إلى آخر لحظة مش الآن، عكس زي الشابي قال محسومة حكي على وام التغيير هكذا. أنت شنو رأيك يا ودي عايش زمان أو أي منافس آخر ما عدا حركة البراميل المغزاوي؟ سيد زهير المغزاوي نعم، وانا كان يبقى المغزاوي قيس سعيد سأدعو إلى التصويت لقيس سعيد، لأنه قيس سعيد واضح وما عنده حتى صاحب والناس كل عداه، وقاعد معناها مهرة تعاد شغل ولا عليها مؤكدة، كل البراميل اللي موجودين كل فجرة، ولا موش قاصد النهضة ولا قاصد حزب بعينه، هو قاصد الديمقراطية وكل شيء، لكن الاخر اخطر ومخطر وديكتاتور وغير ديمقراطي، ويمكن يعمل اكثر في البلاد من اللي عملها قيس، وقيس في نهايته، علاش نحي قيس ونجيب واحد يبدا في بدايته وعميل للسيسي؟ هو قال ان ادافع عن استرجاع الديمقراطيه. سيد زهير المغزاوي، محمد المسليني الوزير السابق في حكومه الوحده الوطنيه قال ان انسحاب المغزاوي، هذا تصريح جديد، ان انسحاب المغزاوي من السباق الرئاسي امر غير وارد حاليا، على تأكيد جديد. ما يخرجش كومبارس وما يخرجش طامع بالكش يمشيوا للأصوات، لكن قيس سعيد باش ينجح ومن بعد يدخلوا الحبس، وهذه نهايته، باش يدخلوا جماعته الحبس. قلت لك العياش يسمى لو يبقى في السجن إلى ما بعد الانتخابات، واضح؟ نعم وما يعملش حمله،
وما يخص يمول الأمية بشان بها حمل وما يتكلم عليه حتى واحد. سينتصر على قيس سعيد. كيف سينتصر وانت بين الناس تدعو المقاطعة؟ هذا السؤال مطروح. يا تدعو المقاطعة. أنا ما دعيتش للمقاطعة. الناس اللي فاتت في تونس اللي مسانة باش نتكلم باش تمشي باش تصوت العايش زمان. هو عمل له سهرة وحملة من غير ما يشرب. والتونسي ديما يصوت للمظلوم. نبيل القروي لو بقي في السجن راهو رئيس. خروجه من السجن وهو اللي طيب. معناها هذا واقع تونس. وهذاك عليه نقولكم لا يعني سعيد الان في ورطه تحب تقول. شو؟ سعيد مش في ورطه. سعيد عنده كل وظائف القضاء. سيحكم وسيجزم وسيصدر تصدر الهيئه قرار بمنع العيش زمان من انتخابات. كيفاش قانونيا؟ قانونيا كيف سيتم قانونيا؟ في صورة نجاح وما عندهم فصيل عطاوه لهم عملهم مش بيه الشعب التونسي يا اخي ما هو ذكي ياسر والنخب السياسية عاطينهم فاي فصيل فصل فصل غير مستقل الانتخابات كونهم هما ينجموا يطيحوا الاصوات اللي يحبوا عليها يطيحوا له اصوات وينجحوا قيس سعيد لانه قيس سعيد نجح عنده الهيئة وعنده الجيش وعنده بوليسية تحبني ننجح انا وننجح وعدات قال ابو القاسم الشابي عمل 1920 لا عدل الا ان تعادلت القوى وتصادم الارهاب بالارهاب. ثماش عدل اذا ما ثماش قوى متكافئه. نعم. القوى غير متكافئه. غير متكافئه. ومش ينجح حتى واحد من قيس سعيد. يعني الامر محسوم كما محسوم. يقول كثيرون انه اشبه بالبيعه حدد موعد وحيد وبالتالي سيفرض ذلك. على انه نجيب الشابي حنبته سياسيه شويه وعمري انا ولا اقل شويه عدى سياسي برشنا بابا سياب معناها كي يقول لك انقاطوا زعما فرصه للتغيير وخوه في الحبس والناس في الحبس واحد هو يقول لك انقاطوا الانتخاب لانه هذيك الحنكه السياسيه لانه يعرف اللي قيس سعيد بالتصوير كما صار في الجزائر هم خرجوا الالاف اليوم هو نفس موقف حما الهمامي والمرزوق من قبل الامانه وحركه النهضه قالت ما ثمش فرص لحد الان مشجعه على الانتخابات ولكن كما قلنا نرجع للحراك الاخير اعطى امل للتوانسه يقول هاي فرصتنا نقدموا اش خاسرين علاش اعطى امل؟ لانه تصوروا ان ما حدث حدث بفعل فعل وانه الجيش وقيادات العسكرية استفاقت وما حبتش تظلم وتقتل الشعب التونسي وقالت أنا ما نخليش الشعب التونسي يضيع ديمقراطيته ويضيع حقوقه ويقع اغتصاب حقوقه اللي اغتصبهم قيس سعيد والعسكر الناس ظنت أن العسكر رجع إلى روسيا ربما تشير هنا إلى في المندافريك تقرير المندافريك اللي حكى على ثم خلاف في شيء الواقع الناس تخيلت اللي الجيش كان قيس سعيد خويا انتخابات وامشي كان طلعت من الصندوق كان كذا وبدات تبكي لي اشاعات والناس تحكي فهمتني فتفائل الناس قال والله يا العسكر محايد الامن نعم شوف الشعب هب يريب يبعد غاية هاو عندنا فرصة للتغيير ولكن هذه من خدعة أخرى كما خدعونا العسكر قبل وقت اللي كان وقلت أنا في مجلس النواب كان قيس سعيد يستقوي على شعبه بالكسرنات كان تذكروا من 2019 ل 2021 يوم الانقلاب 25 جويلية عمره قيس سعيد ما تصور خارج قصرنا ولا خارج وزارة الداخلية فالمدة الأخرى قبل الانتخابات بشهرين ولا بثلاثة ما عادش يمشي لقصرنا فخرج إشاعة خرجتها المخابرات العسكرية كونه العسكر منع قيس سعيد من الدخول للسكنات وهذا كمان صحيح فكليناها نحن الحربوشة وقلنا والله العسكر قيس سعيد قوي بعد يعني سعيد ما زال مدعوم مؤسسة العسكرية هذا ايش تحب تقول انت ما زال مدعوم المؤسسة العسكرية والمؤسسة العسكرية هي اللي تحكم وهي من قامت بالانقلاب وهي من هذا رأيك أستاذ بشير أحمد مباشرة تعرف وهي من قامت بالحركة هاي نعم هذه قراءات يعني مش معطيات قراءتك السياسية نعم هذه مؤكدة مش معطيات مؤكدة
طبعا احنا ويرد نذكر علي ما استطاع كان يتكو كان لا قيس احنا سعيد خليه يتكلم ويخرج يتكلم من هنا الانتخابات كان وراش نذكر دائما في المباشر حتى نميز دائما بين المعطى والتأويل به.